وننتقل الآن إلى أحمد الحسيني. أحمد، أطلعنا على الصورة بمدينة المنيا الجديدة وما تم فيها من مشروعات جديدة افتتحها الرئيس اليوم. من هنا من محطة الصرف الصحي في مدينة المنيا الجديدة والتي تم افتتاحها اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرنس، فبالتوازي مع المشروعات التي تم افتتاحها صباح اليوم في قرية المعصرة التابعة لمركز ملاوي في محافظة المنيا، توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وقام بافتتاح عدد من المشروعات هنا في مدينة المنيا الجديدة. من بين هذه المشروعات محطة الصرف الصحي التي أتواجد هنا فيها في مدينة المنيا الجديدة، بالإضافة إلى مجموعة من المدارس، مدرسة المتفوقين، وعدد أيضا من الوحدات السكنية. بلغت الوحدات السكنية هنا في مدينة المنيا الجديدة نحو 24 ألف وحدة سكنية، مع توفير استثمارات مستقبلية تصل إلى 3 مليارات جنيه لإنشاء وحدات سكنية مستقبلية هنا في مدينة المنيا الجديدة. وبالتالي نتحدث عن نهضة عمرانية وبناء لعدد من الوحدات السكنية التي تناسب المواطنين وتناسب الحياة الكريمة لمواطني محافظة المنيا. بالتوازي مع ذلك أيضا تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مدرسة المتفوقين للتكنولوجيا والعلوم أو للعلوم والتكنولوجيا، وهي واحدة من المدارس المنتشرة في شتى ربوع ومحافظات الجمهورية. وشاهد الرئيس خلال تفقده لهذه المدرسة لعدد من العروض الفنية، هذه المدرسة التي فيها أكثر من 100 طالب وطالبة، وشهد الرئيس أيضا لعدد من الاختراعات لهؤلاء الطلاب والطلبة الذين يتواجدون في هذه المدرسة. وبالتالي نتحدث عن نهضة تعليمية أيضا تشهدها هنا محافظة المنيا. هذه المدرسة المزودة بفصول بأحدث الوسائل التكنولوجية وأيضا معامل على أعلى النظم العالمية. أيضا إذا تحدثنا عن محطة الصرف الصحي التي أتواجد هنا فيها في محافظة المنيا الجديدة، نستطيع أن نقول أن المنيا أو محافظة المنيا بشكل عام شهدت نحو 57 مشروع بتكلفة إجمالية وصلت إلى 4 مليارات جنيه، وذلك خلال الفترة الماضية. وشهدت أيضا تنفيذ 26 مشروع آخر في قطاع الصرف الصحي هنا في محافظة المنيا بتكلفة تصل إلى 2 ملياري جنيه. إجمالا المشاريع التي شهدتها المنيا سواء في قرية المعصرة محافظة أو مركز ملاوي أو مدينة المنيا الجديدة، هذه المشروعات الكثيرة والكبيرة التي أيضا جزء منها تابع لحياة كريمة والتي تصل نسبة الاستثمارات فيها إلى 30 مليار جنيه كمرحلة أولى من إجمالي 180 مليار جنيه على مستوى الصعيد ككل. نجد أن هناك نهضة واهتمام كبير من الدولة بمواطنين في وأهالينا في محافظات الصعيد، وخاصة هنا في المنيا عروس الصعيد. إليكم زملائي في الاستوديو. نعم، شكرا جزيلا، أشكر محمود جميل مراسل التلفزيون المصري من قرية المعصرة، وأشكر أيضا أحمد الحسيني من مدينة المنيا الجديدة.